السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مفاجأة من العيار الثقيل وغير متوقعة بالمرة، بيتكوفيتشين والاعتماد على هذا الثلاثي في هجوم منتخب الجزائر في بطولة كأس أمم إفريقيا في المغرب. أتمنى من الجميع وضع اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا، وتعالوا نسمع تفاصيل هذا الخبر. أنيس حاج موسى متألق كثيرا وفي أفضل مستوياته في هذا الوقت، وأمين جويري بدأ في التألق والعودة مجددا مع المدرب الجديد الفريق هيرين، ومعظم المحترفين الجزائريين متألقين صراحة في هذا الموسم مع فريقهم. ولكن المفاجأة المدوية كما كشف موقع العربي الجديد أن بيتكوفيتش فيلديمير بيتكوفيتش المدير الفني للمنتخب الجزائري ينوي الاعتماد على هذا الثلاثي في هجوم الخضر في أمم إفريقيا، وهذا الثلاثي هو ذو خبرات وليس صغير في السن، وأولهم على الجهة اليمنى الهجومية هو رياض محرز رغم تراجع مستواه في بعض المباريات، لأن اللاعب صراحة عاد مرة أخرى وسيكون مهم مهما كان مستوى أساسيا في أمم أفريقيا. اللاعب الثاني وعليه علامات استفهام كثيرة هو بغداد بونجاح، صراحة اللاعب يقدم مستوى ممتاز مع فريقه، ولكن مع منتخب دائما ما يكون في غير مستوى. ولكن ذكر ذات المصدر أن بيتكوفيتش لن يفرط في هذا اللاعب في أمم أفريقيا المقبلة في المغرب. أما اللاعب الثالث فيختار بيتكوفيتش بين لاعبين فقط لا ثالث لهم، أما محمد الأمين عمورة إن واصل على هذا النمط الذي يلعب عليه مع نادي فولا في سبور، وأما سعيد بالرحمة إن واصل التألق مع فريقه أولمبيك اليوناني إلى حين ذلك الوقت. هذا هو الثلاثي فقط لغير. شاركنا رأيكم وانتظركم تعليقاتكم تحت هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا وضع اللايك والاشتراك.